فرحة جمهور الأهلي النهاردة من الشباب المسافرين ورا فريقهم الترحال ورا فريقهم كلهم أمل علشان يرجعوا بمنصورين بإذن الله في طريق لكأس أفريقيا الحداشر البطولة الحداشر البطولة الأحب للنادي الأهلي. شباب المنوفية بيستعدوا إلى السفر ورا فريقهم. الزحمة طبعا مستمر. فرحة هنا في المنوفية كمان شباب البلد واقفين مع شباب نادي الاهلي المسافرين. فرحه قبل السفر كل النهارده يعني ان شاء الله منتظر عوده الشباب دي. هم فرحانين بالفوز على الرجاء بفوز فريق نادي الاهلي على الرجاء والعوده مره اخرى للتتويج في البطوله رقم 11 النهارده. هيراكوا في الماتش ان شاء الله النهارده. اوف اح كهرباء ان شاء الله ربنا يرجعكم مصريين ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. 0 0 0 طبعا في تعاطف مع رحيل عبد العزيز الكهرباء ما يقابله من يعني لازم يبقى الغرامة عشان ما تلفش. تعاطف جمهور الاهلي وشباب الاهلي ان شاء الله. متوقع ان كم كان؟ 3 المرة دي بجد مش هتسيبها لحد ثلاثة. لا 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 توقعوا كام؟ انا قرار اهلي انا قرار 4-0 باذن الله وكلام اللي هدخل القطر. شايفين طبعا فرحة جمهور الاهلي قبل الترحال وقبل مش عاوزين الاهلي ولا عاوزين تاش طبعا مشجعين مشجعين كب تلت شمال كب تلت شمال القائد بتاعنا ده يعني اعرفني بنفسك ان شاء الله ال11 ال11 رقم فريق 11 باذن الله ديت يعني البطوله المحببه ليكم والجمهور الاهلي ان شاء الله. كهربا كلمه السر كهربا كلمه السر باذن الله. ايه سر التعاطف جمهور الاهلي الكبير مع كهربا؟ سالك لا رجاله لا سالك وانتوا جمهور يعني الجمهور دايما بيكون رقم واحد في قدام الاهلي علينا بالعيله في اي مكان. ربنا يخليك ان شاء الله. نرجع بالفوز 3-0 باذن الله. ترجعوا مبسوطين باذن الله.